إذن زار ممثل الرئيس الروسي ألكسندر لافرينتييف دمشق والتقى بالرئيس الأسد قادما من الرياض. نشوف هالزيارة شو ممكن نفهم منها وبأي سياق هي. رح نحكي عن أحداث الحسكة المأساوية، عاد البعبع إلى الحسكة من حيث لا ندري، نشوف مين هذا البعبع ووقت بيظهر البعبع شو يعني، شو رح يصير بهالمدينة. أيضا آخر شيء رح نحكي عن الحكومة الفاجرة في الكذب على المواطن السوري ورفع الدعم مرة تانية عن مادة المازوت. فإذا مرحبا وأهلا فيكم باستعراض أحداث اليوم الجمعة 21 كانون الثاني عام 2022. أهم عامل بين الشعب والحكومة بيكون هو الثقة، يعني عموما الدول المحترمة تعمل لتعزيز الثقة بين المواطن بين السكان وبين الحكومة وتبذل الغالي والرخيص من أجل ذلك. ولكن نحن في سوريا يعني أصبحت الحكومة متفننة في الكذب والاحتيال بالمعنى الحرفي على المواطن السوري. موضوع المازوت التدفئة يلي يعني قلصوا حصص المواطن من المازوت بالسعر المدعوم مرة تانية، مدعوم لأن النهج الاقتصادي في سوريا رواتب منخفضة وسلع مدعومة، هذا النهج خلوا الرواتب منخفضة ولكن يحررون أسعار المواد الأساسية. ما بعرف المواطن كيف بده يسد هالفجوة الكبيرة بين النفقات والدخل. فإذا المهم خصصوه بهالموسم بهالسنة ب 200 لتر مازوت فقط، هي لا تكفي ولكن قبل فيها المواطن السوري. وقت قبل فيها قالوا له بس نحن ما رح نعطيك اياها دفعة واحدة، رح نعطيك اياها خمسينات، يعني كل شهر من هالشتة بتاخد 50 لتر بتدبر حالك فيهم. خلصت تقريبا أكثر من نص الشتوية لبداية السنة الحالية أو لليوم تحديدا، خلصت 50 لتر الأولى وبلش لازم يوزعوا 50 لتر الثانية. وطبعا في كتير من المناطق مثل حلب بحسب إحصاءاتهم ما تم توزيع كل الكمية في تلك المناطق. مبارح بيطلع قرار أنه ممكن المواطن السوري العائلات السورية تحصل على المازوت بالسعر الحر يلي هو 1700 ليرة بينما السعر المدعوم 500 ليرة، يعني أي أن مادة المازوت متوفرة ولكن الفكرة أنه أنت يا مواطن ما رح نعطيك إياها بالسعر المدعوم، روح اشتريها بالسعر الحر. يا ريت كان هذا الكلام بشكل مباشر وأعلنت الحكومة عن خططها من البداية، ولكن هي دائما تمرر هذه القرارات المأساوية والكارثية بحق المواطن السوري من خلال الكذب والتسويف والوعود واللف والدوران، يعني بحيث أنه اليوم حقيقة أصبح لا يوجد أي ثقة يعني على الإطلاق بين المواطن والحكومة، وعلى ما يبدو أن الحكومة مفارقة معها لأن في النهاية تعمل لمصلحة النظام وليس لمصلحة المواطن، هذا ما يبدو. فإذا كان في ثقة ولا ما في ثقة هذا الموضوع، هي تريد أن يعني تخفف المصاريف تخفف النفقات بأي شكل كان، وهي حقيقة يعني بتوجيه من النظام وضمن الخطة حقيقة لا تعمل على أساس أنها حكومة دائمة، حكومة لدولة ستبقى وتستمر إلى فترة طويلة، هذا الذي يحصل مع الأسف. أول شيء ظهر علي مملوك مبارح، حكينا من يومين قلنا يعني ما لازم نوصل استنتاجات سريعة، هو حقيقة اختفى لأسبوعين ممكن يكون بدافع المرض أو الآخري، وكان ما ظهر، هو عموما ظهوره قليل ويظهر وقت بتزور الوفود الروسية سوريا خاصة عالية المستوى. فمبارح كان في زيارة لوفد روسي برئاسة ممثل الرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، والتقى الرئيس الأسد وظهر مملوك في اللقاء. طبعا ممثل الرئيس الروسي كان في السعودية، والحديث يعني مرة أخرى هو حول عودة سوريا إلى أو عودة العلاقات الطبيعية بين سوريا والدول العربية. طبعا السعودية هي من الدول اللي تعارض بشدة هذه العودة، وبالتالي كان في نوع من محاولة تسهيل أو يعني الوساطة بين الدولتين. نرجع نتذكر البادرة العربية بزيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق والتقائه بالرئيس الأسد يعني قبل تقريبا شهرين، وهذه المساعي لم تنجح. لماذا لم تنجح؟ فهل تنجح مساعي اليوم يلي عم تقوم فيها روسيا؟
الحقيقة من سياق الأحداث وما جرى بعد زيارة وزير الخارجية الإماراتي والحضور مرة تانية الإيراني اللي صار يعني كان فجوة واضح واستدعاء المقداد إلى إيران ليعلن الولاء والتزامه بسياسات إيران من طهران في ذاك الوقت، وأيضا بنفس الفترة صار في محادثات إماراتية إيرانية وسعودية إيرانية، إيران تطلب من سعودية أن تفتح قنصليتها في السعودية. فينا نستنتج نحن يعني فينا يصير نوصل إلى يقين الحقيقة أنه عودة العلاقات السورية مع الدول العربية رح تكون هي عودة للعلاقات الإيرانية مع الدول العربية، يعني صارت سوريا وإيران باكيج واحد، يعني يجب على الدول العربية أن تقبل بسوريا ومعها إيران في عملية العودة، حتى لو عادت للجامعة العربية يمكن أن نعتبر بأن مقعد سوريا ومقعد لإيران في الجامعة العربية، يعني هذا الموضوع حقيقة ما هو مبالغة، والتشبث بسوريا ومحاولة بشكل واضح وفج إظهار بأن سوريا يعني كإيران تحاول أن تظهر أن سوريا هي أصبحت تحت نفوذنا الكامل، ومن يريد أن يوجد الحلول مع سوريا يجب أن يتكلم معنا نحن في طهران. على كل الأحوال إذا بدنا نشوف شو عمل ممثل الرئيس الروسي في الرياض وشفنا مين حضر الاجتماع هناك، يعني منشوف أنه يلي حضر الاجتماع مع ولي العهد هو عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني في السعودية وأيضا رئيس الاستخبارات العامة، فإذا كان الموضوع طابعه أمني أكثر ما يكون من أي شيء آخر، ويمكن أن يكون هناك بعض الترتيبات الأمنية للزوم يعني الأحداث المتغيرة التي بدأت يعني تسخن في الأرض السورية مثل ما حكينا. مع الأسف مهما كان التوجه اليوم، يعني مثل ما عم نشوف في محاور في محاولة لبسط النفوذ الروسي في مقابل الإيراني الأمريكي في مقابل الإيراني الروسي، نحن السوريين طلعنا خارج اللعبة. إذا بدها تتحقق مصالحنا بشكل أو بآخر بدها تتحقق بالصدفة من خلال أنه قوى أو القوة ذات النفوذ الأكبر يكون إلى مصلحة باستقرار الوضع في سوريا، وقتها بيستقر الوضع في سوريا، ولكن نحن كسوريين حقيقة طلعنا خارج اللعبة تماما، ما عاد بإيدنا شيء نعمله غير نراقب ونحاول نفهم، يعني هذا وطننا ولكن نحن لاحظوا عم نحاول نفهم ما يجري في هذا الوطن ونستشرف ما هو المستقبل الذي أصبح بيد الغير. منوصل لموضوع الحسكة، الأحداث اللي صارت بالحسكة باختصار، فجأة بحي من أحياء الحسكة بالجنوب يعني جنوب المدينة اسمه غويران والزهور، في سجن بيضم سجناء من تنظيم الدولة، ظهر البعبع تنظيم الدولة وعمل هجوم على السجن بغاية تحرير السجناء الموجودين في السجن. قبل ما نحكي شو صار وتطورات الأحداث ونحاول نستنتج ليش هيك صار، خلينا نشوف هذا السجن وهي المنطقة وين موجودة. هي الخريطة، هو هي المنطقة تماما، هي على يعني الجانب الجنوبي من مدينة الحسكة وبيفصل عن المركز نهر الخابور. إذا بدنا نشوف التواجد العسكري في المنطقة، هي الخريطة الحقيقة ما شاء الله النقاط كلها شيء محزن ويدمي القلب، وجود كل هذه القوات الإيرانية والحزب الله وهنا تركيا والولايات المتحدة، ولكن هذه المنطقة الصفراء خالية تماما من أي قوات لتنظيم الدولة الإسلامية، يعني هذا المفروض، ويتواجد فيها أكبر قوة أو مسيطر عليها تماما من قبل قوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمريكية إلى أكثر من قاعدة، خاصة على الطريق وفي المنطقة التي لاحظوا القواعد الموجودة حول المنطقة، كيف ظهر التنظيم في هذه المنطقة، كيف وصل إلى هناك وكيف نجح بهذا الهجوم وبتحرير السجناء الذي تسبب في تهجير يعني أهالي الأحياء المجاورة اللي هن غويران والزهور بشكل أساسي، يعني هذا الموضوع علامة استفهام كبيرة، كيف وصل، كيف يظهر هذا الشبح يلي يعني ما منشوفه غير بيظهر وبيكون بنتيجة ظهوره تغيرات كبرى تحدث في المنطقة. طبعا الحي خاصة غويران هو من أول الأحياء يلي صار فيهم نشاطات ضد النظام السوري من 2011، كان هو خلينا نقول ملجأ للنشطاء من باقي المناطق يتمترسوا فيه، ومن ثم تم السيطرة عليه من قبل المعارضة، لا يتم السيطرة عليه مرة أخرى من قبل النظام، صار في معارك كتير الحقيقة وفي قصف على الحي، ودخلت عليه مثل ما دخلت على كتير من المناطق في تلك يعني من العام 2013 و14 على ما أذكر تنظيم الدولة
قبل ما يتم طردهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية. الحي يمتاز بأنه أهله من العشائر العربية يلي فينا نقول هي مناهضة لقوات سوريا الديمقراطية، وأيضا هي يعني في معظمها طبعا اليوم صعب كتير نحدد شو التوجه السياسي لكل الموجودين في هذا الحي، ولكن هي اعتبارا على تاريخها العشر سنوات الماضية أيضا هي مناهضة للنظام. اليوم بنتيجة هذا الحدث أو الشيء اللي صار بالساعات الماضية تم يعني تهجير ونزوح كثير من الأهالي باتجاه مناطق أخرى. هلأ معقول يكون هذا الهدف، معقول يكون هو أنه تغيير أو ضمن إطار التغيير الديموغرافي، كل شيء وارد. مرة تانية من المبكر أنه نحكم تماما ليش ظهر البعبع أو تنظيم الدولة في تلك المنطقة وصعوبة ظهوره ملاحظين، ودائما تظهر بالمنطقة معناتها في اتفاق، معناتها في تغيير، في عمليات قادمة وفي تغيير، وبلش النار يعني تسخن في المنطقة لناخذ خطوة أخرى. هذا الظهور هيك معناه، ولكن تماما شو بده يصير في المستقبل يجب علينا أن ننتظر، أنه هل العملية رح تكون طويلة، هل رح يصمد تنظيم الدولة، أم قسد رح تسيطر بسرعة على الأمور وتصبح حادثة يعني محدودة وصغيرة بموجبة تهجر بعض من أهالي الحي بيرجعوا وما بيرجعوا. لنشوف كل هذا الموضوع هو اللي بيخلينا نحكم على الأحداث، ولكن ربما يكون هو بداية لإنجاز تغيير ديموغرافي أو في سياق التغيير الديموغرافي لصالح طرف من الأطراف الموجود. ما رح أحكي بتفاصيل، لسه الصورة بالنسبة إلي ما كتير واضحة، ولكن ظهور هذا التنظيم بهذا الشكل، هجرة الأهالي أو نزوح الأهالي، هي دلالات مهمة يجب علينا أن ننتظر قليلا لنرى ما هي أبعاد الموضوع وإلى أين ستصل. وبكل الأحوال مثل ما حكيت بالفقرة الماضية ما رح تكون الأمور في مصلحة السوريين مع الأسف إلا بالصدفة، صدفة أن يعني تتفق مصالح أحد القوى النافذة مع مصلحتنا وتتفق إرادته مع ما نريد. هذا كل شيء بدي أحكيه اليوم، فيكم تشوفوا مزيد من الأخبار على الرابط على موقع سيريا نيوز. شكرا للمتابعين والمشتركين بالقناة، وشكر خاص للمنتسبين إلى عضوية القناة، وإلى اللقاء بتسجيل قريب.